سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا على قناة البلاد، سعيد بلقائكم مرة أخرى في غرفة الأخبار للحديث عن اللقاح المنتظر، اللقاح الذي قررت الجزائر أو الحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية اقتناؤه، قررت اقتناؤه. فاليوم راح نتحدث عن اللقاح، كل شيء عن اللقاح أو ربما كل شيء، يعني نحاول أن راتيسي لارج كما يقولوا بالفرنسية مع الدكتور لياس أخاموك ومختص في الأمراض المعدية وعضو لجنة العلمية لمتابعة تطورات وباء كورونا. دكتور لياس صباح الخير. صباح الخير. دونك اون فاي سي دو راتيسي لارج دكتور، ويعني اون فاي سي دو تو دير او برسك، يعني ما معنى الكلام؟ معناه حتى ولو خفات لي حاجة أنا وتريد أن تنور بها الرأي العام فسنكون لك من الشاكرين بالنسبة للتلقيح. على كل حال إذن نبدأ بداية بالنسبة للتلقيح دكتورة خاموك، يعني من متى ستبدأ عملية التلقيح في تقديرك؟ يعني هل عندك اون دات بريسيز أم يعني الوزير قال واللجنة العلمية قالت في غضون هذا الشهر، لكن متى يعني؟ لا يوجد تاريخ محدد، ولكن كل الإجراءات قبل العملية قد تمت وتم الاتفاق، ونحن ننتظر أولى الجرعات. ما يخفش عليك بأن كل بلدان العالم تنتظر تلقيح على الأقل 60-70% من السكان، ولكن هذا غير ممكن في بداية العمر، فتكون هناك جرعات أولية تكون قليلة في البداية، ولهذا نحن ننتظر أن نتحصل على جرعات التلقيح الأولى لبداية العملية في أقرب وقت، وإن شاء الله تكون في نهاية الشهر إن شاء الله. طيب من أين تكون البداية؟ يعني عبر كل الولايات ولا في ولايات محددة فقط؟ إذن دكتور لياس أخاموك في انتظار عودة الاتصال به، يعني انقطعت المكالمة، هو يقول بأنه في أقرب الأجال ممكن تبدأ عملية اللقاح، وقال كذلك أنه كاين جرعات أولية ستصل والجرعات الأخرى ستصل تباعا، يعني لأنه ربما الإنتاج والطلب كبير، وطبعا العرض رايح يكون العرض قليل، إذن أو نعم العرض قليل والطلب كبير جدا. إذن دكتور أخاموخ، هل راح تبدأ العملية في جميع الولايات في نفس الوقت، أم أنه هناك ربما أسبقية لولايات على أخرى؟ سؤال جيد. هي في الحقيقة كلجنة علمية بدأنا العمل على اللقاح منذ شهر جويلية الماضي، وهذا ايضا بعد الامضاء الجزائر عن يعني توقيع عن معاهده كوفاكس التابعه للمنظمه العالميه للصحه، ولهذا يعني خممنا في عده سيناريوهات على حساب عدد الجرعات التي سنتلقى. كما قال زميلي والناطق الرسمي للجنه دكتور فوران بان هناك يعني بعض الاشخاص بعض اللي راح يتحصلوا على يعني التلقيح في البدايه ومع عمال الصحه والناس الكبار في السن والمزمنين ويعني عندهم امراض مزمنه، ولهذا درنا العديد من السيناريوهات على حساب الكميات اللي راح نتحصلوا عليها، لان السيناريو تاع مليون جرعه ماشي كيما 3 ملايين، ماشي كيما 5 ملايين، ماشي كيما 10 ملايين. لهذا سنقوم اولا بتلقيح عمال الصحه، ولكن إذا كان العدد قليل ستكون على حساب الوضعية الوبائية الآنية، لأن ما نخفاش عليك هناك ولايات يكون فيها عدد كبير من الحالات وهناك ولايات لا يكون عدد كبير، لهذا يعني بطبيعة الحال سيكون هناك تباين في التوزيع إذا كان عدد الجرعات قليل. بمعنى أنه لونك إبيديميولوجيك هي اللي راح تحدد التوجه. نعم، على حساب العدد الجرعات المتحصل عليها في البداية. طيب دكتور، هناك سؤال آخر يطرح، هل مثلا المريض كيكون نقوله أوسبيتاليزي ولا يكون عنده وباء كورونا، يعني أصيب تأكدت إصابته بوباء كورونا، تتم عملية تلقيحه أم أنه
حتى ينتهي من العلاج؟ الحقيقة هناك فئات محددة، فئات عمرية، فئات مرضية التي ستخضع للتلقيح في البداية وهذا لحمايتها. الآن مع هذا الفيروس الجديد هناك الكثير من الأمور التي نتعلمها دائما، يعني هناك حاجة جديدة، وعرفنا بأن المناعة ضد هذا النوع من الفيروس، يعني فيروس كوفيد 19، ليست مناعة دائمة، وممكن بين 6 أشهر إلى 9 أشهر المناعة هذه تنقص، وعودة الإنتان أو عودة العدوى للمريض ممكنة. ولهذا ممكن المريض اللي عنده فوق 65 سنة ولا عنده مرض مزمن يكون براء من الفيروس، ولكن هذا منعش يعود يمرض به، وممكن تكون هناك مضاعفات خطيرة. ولهذا نحن دائما نلتزم بهذه الفئات سواء كان عندها المرض أو ما مرضتش. بمعنى أنه كاين احتمال اون دوزيام فاكسيناسيون؟ لا، هي ماشي دوزيام فاكسيناسيون، هي عملية التلقيح فيها جرعتين. ولكن إذا كان المريض مرض عنده في مارس الماضي، يعني عنده 9 أشهر أو 10 أشهر، هذا لا يمنع أن يكون هناك خطر للعدوى المرة الثانية، وهذا لهذا يجب تلقيح أكبر عدد ممكن من السكان، وهذا لتحقيق المناعة العامة. طيب دكتور، شحال نسبة التلقيح اللي لازم نوصلوا فيها هنا في الجزائر باش نقدر نقولوا أنه دخلنا في مناعة يعني القطيعة المجموعة؟ آخر دراسات تتكلم عن 60 إلى 68%، هذه النسبة تجعل يعني التلاشي هي اللي راح تدير تلاشي الجائحة. لأن إذا تحققت المناعة لهذا النسبة المئوية سيتوقف يعني تفشي الفيروس أو سينقص يعني بنسبة كبيرة جدا تكفي لحماية الأضعف من المجتمع، لهذا بين 60 إلى 68%. طيب هناك كذلك من يتساءل دكتور، هل الذي يتلقى اللقاح يكون في مأمن من العدوى، وهل بإمكانه أن يعدي غيره، يعني أن ينقل الفيروس لغيره؟ نعم، لا يوجد أي فيروس أي لقاح في تاريخ البشرية يمنع العدوى أو يحمي بنسبة 100%. حتى اللقاحات اللي درسناها في اللجنة العلمية نسبة يعني الفعالية تقارب يعني 95%، نقول من 90 إلى 95%، وهذا في كل اللقاحات. لهذا سنلقح عدد أكبر من السكان حتى نقترب من هذه النسبة المئوية واللي هي نقوله 65%. بمعنى أنه دكتور حتى الملقح يعني الذي تلقى التلقيح يبقى محافظ على إجراءات الوقاية والتباعد وغيره، أم أنه خلاص يقول تلقيت التلقيح معناه نقدر نترك يعني التباعد، نقدر نترك الكمامة وغيره؟ يعني شوف، الإجراءات الوقائية يجب أن تتبع إلى نهاية الجائحة، سواء كان الإنسان مرض بالمرض هذا وبراء، سواء كان ملقح أو غير ملقح، لأن هذا اللقاح أو لقاح جديد ممكن يحمي من العدوى، ممكن لا يحمي من العدوى ولكن يحمي الإنسان من يعني المرض بالفيروس، يعني يقدر الفيروس يدخل ولكن ما يحققش يعني المرض. لهذا الآن الفعالية 100% هي الإجراءات الوقائية، وشفناها فيما يخص إذا لاحظتوا عدد الحالات للإنفلونزا الموسمية اللي نقصت بنسبة كبيرة عما كان عليه الحال في السابق، لأن هناك إجراءات وقائية التي تحترم من أغلبية المواطنين. ونعود نذكر بأنه لن تكون لنا يعني عدد كبير من الجرعات، وهذا لكل بلدان حتى الولايات المتحدة يعني المصنعة للقاح، لن تكون هناك عدد يكفي لكل يعني الشرائح إلا حتى نهاية العام 2021. لهذا يجب أن نلتزم ونحترم الإجراءات الوقائية إلى أن يكون هناك تلاشي تام لهذه الجائحة. طيب دكتور، الآن عملية التلقيح عمليا كيف ستكون؟ يعني هل المواطن يروح يسجل نفسه، أم يعني يتلقى رسالة نصية أم مكالمة، أم يعني كيف راح تكون عمليا؟ يعني
نعم كما قلت لك الان رانا ننتظر كميه يعني عدد الجرعات فيما يخص الدفعه الاولى ان صح القول. هناك العديد من المخططات التي يعني خممنا فيها لهذا فور استقبال الجرعات الاولى التي ستخزن في معهد باستير وهو المعهد المرجعي في الجزائر. نعم. سوف تحدد الاستراتيجيه يعني عدد الناس الملقحين على حساب يعني بديهيا عدد الجرعات، ثم ستوزع الكميات على الولايات، سيكون هناك مركز مرجعي في كل ولايه. عندما يضبط المخطط الوطني سيكون هناك مخطط يعني في الواقع يعني في المستشفيات ومراكز الصحه، ولكن هذا يعني امر يعني قبل الاوان تاعو لانه ما زال ما على بالناش شحال سنتحصل من 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 جرعه من اللقاح. معناه كل شيء مرهون بالكمية الأولى اللي راح توصل. نعم. طيب هناك كذلك من يتساءل دكتور، يقول لك أنه احتمال نشوفوا هذا اللقاح هذا يا بعد نقوله ثلاث شهور ربعة نشوفوه في صيدليات، هل هذا ممكن غير ممكن؟ وهل في تقديرك يعني التلقيح الأفضل أنه يكون يعني في مصحة عمومية أم عند الخواص؟ والله اظن يعني شخصيا بان يعني تواجد اللقاح في الصيدليات لم يكن الا اذا اصبح الفيروس الكورونا 19 كفيروس الانفلونزا الموسميه. الان هو مشكل صحه عمومي، هو مشكل استعجالي عالمي، يعني التداعيات تاعو كبيره جدا، يجب تلقيح اكبر عدد من السكان في اقرب وقت. لهذا انا استبعد حاليا ان يكون هناك تواجد للقاح في الصيدليات، سيكون في مراكز الصحه، وهذا لتسريع العمليه وان تكون عمليه يعني منتشره في يعني في كل تراب الوطن. طيب بناء دكتور يعني صراحه بناء على التجربه الجزائريه في مجال التلقيح، هل يعني هذه التجربه هذه تخليكم الان مرتاحين ولا مقلقين شويه ومتخوفين من عمليه التلقيح هذه يعني تاع فيروس اللقاح تاع فيروس كورونا؟ لا الحقيقه الجزائر يعني كانت مثال في السبعينات والثمانينيات من القرن الماضي فيما يخص التكفل الصحي وعمليه التلقيح، وهذا يعني في كافة التراب الوطني. أنا أعمل كما تعلمون في طن راس في أقصى الجنوب، وحتى كل المواطنين يتلقون التلقيح، وحتى يعني في أقصى الحدود. لهذا نحن عندنا تجربة رائدة يعني والأمثلة عديدة كاختفاء مرض شلل الاطفال يعني لابوليوميليت، نعم، اختفاء امراض كالجدري، نقص الكثير من الامراض التوبركيلوز الحصبة. لهذا نحن عندنا تجربه رائده وعندنا تجربه كبيره خاصه في المراكز الصحيه، انا ما نتكلمش عن المستشفيات الكبرى، نتكلم عن المراكز الصحيه. لهذا يعني انا عندي امل كبير في ان تجري العمليه ان شاء الله في احسن وضع ممكن. طيب الان دكتور خلينا نروح للمسائل شويه الفلسفيه، قضيه النقاش هذا الدائر حول التلقيح، يعني في تقديرك هل يقدر يأثر اليوم في الجزائر؟ هل في تقديرك الإشاعة اليوم تستطيع أن تؤثر في الجزائر؟ هل يقدر مثلا وسائل التواصل الاجتماعي تكون كونتر برودكتيف يعني خاصة في حالة ما إذا ظهرت بعض الأعراض؟ أولا يجب التذكير أن كل اللقاحات عندها أعراض جانبية. أغلبها أعراض خفيفة جدا كالألم في موقع الوخز يعني بالإبرة أو بعض الحمى يعني خفيفة أو بعض العياء، وهذا أمر عادي نرى حتى في اللقاحات اللي نعرفوها كلقاح الإنفلونزا الموسمية. ثانيا ما ننساوش بأن عندنا الوفيات كل يوم من هذا الوباء. والآن الوسيلة الوحيدة هي الإجراءات الوقائية واللقاح. نحن في وضعية اقتصادية عالمية صعبة ووضعية حتى نفسية، هناك يعني تداعيات نفسية نراها في كل البلدان فيما يخص الحجر، فيما يخص عدم السفر، عدم رؤية العائلة خاصة الناس الكبار في السن، والوسيلة الوحيدة للخروج من هذا المأزق هو التلقيح العالمي. الجزائر راهي بلد من بلدان العالم لها نفس يعني نفس الأهداف،
شفنا باللي الكثير الان اظن بان الشعب راه واعي بان الكثير من المعلومات المزيفه او الفيك نيوز ما راه في وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها الناس اللي كتقول ما كانش الفيروس ما كانش، وانا نشوفوا باللي الفيروس راه تفشى وكاين عديد من الوفيات. لهذا اظن بان يعني ان شاء الله يكون هناك تجاوب كبير، وانا عندي يعني ثقه في المواطنين، لان ما ننساوش بان هذا الفيروس ان لم يكن هناك وفيات هناك بعض التداعيات الخطيره والمزمنه. شفنا مرضى اللي ما توفاوش ولكن كان عندهم تداعيات، منها يعني قصور في التنفس انجينوس ريسبيراتوار اللي تقعد يعني دائما الانسان يولي يمشي بقرعه تاع الاكسجين، لا تسمح لي نتكلم بالعاميه. لهذا الان ما عندناش حل، هناك كاين معجزه، هذا اللقاح معجزه، لان كل اللقاحات عبر التاريخ على الاقل 5 سنوات باش نلقاو لقاح، هنا في اقل من عام كاين لقاح، والبلدان اللي بدات يعني عمليه التلقيح لم يكن هناك تداعيات يعني كبيره الحمد لله. لهذا انا عندي كل ثقه في الشعب الجزائري باش يكون هناك تجاوب باش نخرجوا ان شاء الله من هذه الازمه في اقرب وقت. بمعنى انه يعني لا ينبغي يعني الانجرار وراء الاشاعات وراء الاخبار الكاذبه، اللي ما يعرفش حاجه ما يكتبهاش وما ينشرهاش، الاعراض نعم الجانبيه اللي يكتب قرينا دراسة بريطانية، قرينا دراسة ألمانية على حساب الباحث الفلاني والباحث الفلاني، لا يجب الاستماع للأخصائيين للناس اللي راهم يعملوا في الميدان. نعطيك مثال آخر، هناك غوغاء فيما يخص اللقاح، لأن هناك الكثير من يتكلم يعني عن اللقاح ويتكلم على الاستراتيجية وهم ما عندهمش معلومات، لأن المعلومات ليست كل ما نرى يعني ما نقرأ في جوجل، هناك معلومات تتحصل عليها اللجنة العلمية من يعني من طرف المخابر. لهذا يجب يعني واحد يتكلم على حاجة يعرفها، ماشي يقرأ في جوجل ومن بعد يتكلم ومن بعد الإنسان يولي يعني يقول حوايج يقدروا يعني تكون هناك تداعيات كبيرة على الصحة العمومية. لأن أدعو كل الشعب الجزائري والمواطنين أن يستمعوا إلى الأخصائيين ويعني الناس اللي تعرف هذا المجال، ويجب ما نقعدوش تبعوا في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الناس عندهم اسماء مستعارة يكتب على حسب دراسة بريطانية ودراسة إيطالية، وهي دراسات يعني ما عندها حتى قاعدة علمية. طيب بالنسبة للدكتور، تكلمت على توقيع على المعاهدة كوفاكس، وأنه الجزائر يعني مضات على هذه المعاهدة، وش هو دورها هذه المعاهدة هذه؟ هي معاهدة في المنظمة العالمية للصحة تضمن للبلدان في طور النمو أن تتحصل على يعني حقها من اللقاح ضد الكوفيد 19، لأن تعرفوا كلما تكون هناك يعني معاهدات تشمل الكثير من الدول، كلما تكون هناك يعني التحصل على الحق يكون أكبر، ويكون هناك يعني تسهيلات فيما يخص التحصل على اللقاح. هذا الاتفاقية تضمن يعني فيها أكثر من 200 بلد، ولكن الجزائر لم يعني ما استناتش هذه المعاهدة، قامت وحدها يعني بالتفاوض مع مخابر عالمية للحصول على أكبر عدد من اللقاحات، لأنه ما تخفاش عليكم اللي لا يوجد أي بلد سيتحصل على اللقاحات في كل اللقاحات في غضون 3 أشهر أو 4 أشهر. لهذا لكي نضمن أكبر عدد يعني أكبر حصيلة ممكنة، فأمضينا على هذه الاتفاقية، وقمنا أيضا بإجراءات يعني باراليل كاين اتفاقيات مع مخابر. طيب دكتور، ما بقاش كثير من الوقت، نفضل يعني نعاود نتلاقاو في الجزء الثاني من هذه الحصة للحديث على اللقاحات الأخرى، الحديث كذلك على يعني هذا اللقاح اللي اقتناته اللي راح تقتنيه الجزائر، الفرق بينه وبين اللقاحات الأخرى، هل هو الأأمن والأكثر يعني أمانا مقارنة باللقاحات الجديدة؟ إذن دكتور الياس الخاموك نلتقي بك بعد الفاصل، فابقى معنا إذا كان تكرمت.
إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا في هذا الجزء الثاني من غرفة الأخبار. كنا نتحدث مع الدكتور الياس خاموك ومختص في الأمراض المعدية بولاية تمنراست وعضو اللجنة العلمية لمتابعة تطورات وباء ورصد تطورات وباء كورونا، وكان يعني قال بأنه اللقاح سيصل الجزائر قريبا، وقال بأنه يعني بداية عملية اللقاح راح تكون بالأولوية بطبيعة الحال حسب يعني الفئات، مهني الصحة، الأسلاك الأمنية، أصحاب الأمراض المزمنة والناس اللي فوق 65 سنة كذلك. وقال بأنه لا يمكن البداية بكل الولايات في وقت واحد، ولكن يعني ستنطلق عملية اللقاح حسب الحالة الوبائية للولاية المعينة. يعني إذا كان حالة وبائية في ولاية ما ستنطلق عملية اللقاح من ثم ويركز عليها دون استثناء، يعني بالأولوية حسب الحالة الوبائية. كذلك تحدث عن قضية يعني وقوع الأعراض الجانبية، وقال هذا أمر طبيعي جدا، ما كاش لقاح في العالم منذ عرفت البشرية اللقاحات ما عندوش أعراض جانبية، ما عندوش ألم، ما عندوش كذا، ولكن قال لا ينبغي الوقوع في الهلع والخوف والتسويق للإشاعات، وقال بأنه يعني ينبغي للحس الصحي والوعي المواطني ووعي المواطنين يساهم كثيرا في نجاح عملية اللقاح. وقال بأنه تجربة الجزائر يعني ستسهل عملية التلقيح، والجزائر رائدة في هذا المجال يعني بفضل جهود عمال صحة ومهني صحة. قضت الجزائر على كثير من الأمراض اللي خلفها الاستعمار في الجزائر، منها الشلل، منها مرض السل ومرض أخرى. دكتور الياس خاموك، الآن اللقاح الحالي الذي اقتنته الجزائر، هناك احتمال أنه الجزائر تشتري لقاحات أخرى من دول أخرى، هل سيكون من نفس نوعية اللقاح الذي اقتنته الجزائر؟ وقبل هذا وش الفرق بينه وبين اللقاحات الأخرى؟ يعني نحن هدفنا كما قلت لك من قبل هو تلقيح أكبر عدد من السكان في أقرب وقت، ويعني صعب جدا أن تكون نفس اللقاح باش يعطينا يعني عدد كبير من الجرعات. لهذا ممكن جدا أن يكون هناك أكثر من لقاح، وهذه فرضية يعني ممكنة واردة جداً. يعني نعم فرضية واردة، فرضية واردة جدا جدا، والكثير من البلدان تعتمد هذه الإمكانية كالولايات المتحدة أو فرنسا. فرنسا اللي بدأت لقاح أمريكي، وهناك أيضا لقاح إنجليزي ولقاح فرنسي. إنجلترا الآن هي الدول من الدول الرائدة في التلقيح، في عملية التلقيح، اتخذت لقاح أمريكي ألماني ولقاح آخر إنجليزي. لهذا يعني فرضية واردة كما قلت لك. نعم طيب، الآن اللقاح الذي ستركز عليه الجزائر هو اللقاح التقليدي ولا اللقاح الجديد، هذا تاع الحمض الرسولي ولا الحمض؟ نعم لا، في البداية يعني كما قلت لك هذه العملية ممكن تمتد إلى مدة عام، ولكن في البداية سيكون هناك لقاح تقليدي اللي يعني يشبه اللقاحات اللي موالفين نديروها كلقاح الانفلونزا الموسمي. نعم، وهذا يسهل الامر خاصه في البدايه يعني باش لونسيو العمليه. نعم، تكون هناك يعني نفس المعايير التي تتخذ في اللقاحات التقليديه، ولكن هذا كما قلت لك يعني ممكن تكون هناك لقاحات اخرى في المستقبل. يعني حسب الوضعيه الوبائيه في الجزائر. نعم، يعني كل شيء محتمل. طيب الآن دكتور، بالنسبة لي يعني الأشخاص الذين يعني يتلقون اللقاح، هل سيكونون يعني تحت المراقبة الطبية، توضعهم سوز اوبسيرفاسيون ولا يلقح ويروح لبيته؟ يعني شوف،
عندما نسمع عن خاصة باش يفهمني المواطن، عندما نسمع عن المراحل اللي يفوت عليها اللقاح، كان المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة وهي المرحلة السريرية اللي فتناها، هناك مرحلة رابعة تبدأ بعد بداية عملية التلقيح، وهي يعني الملاحظة والمراقبة فيما يخص الفعالية وفيما يخص الأعراض الجانبية. بالفرنسية نقول لها فارماكو فيجيلانس، يعني هناك مركز وطني لرصد هذا يعني العملية. فيما يخص المراقبة يعني الناس اللي يتلقحوا، أولا تكون مراقبة في هذاك الوقت، يعني مدة 15 ساعة إلى نصف ساعة يبقى المريض في المركز الصحي باش نشوفوا إذا كان هناك أعراض جانبية آنية، يعني تكون هناك خاصة حساسية يعني آنية اللي يجب أن تكفل بها، ولكن تبقى هناك مراقبة طبية لعدة أسابيع باش نشوفوا إذا كان هناك أعراض تقدر تكون يعني تبان يعني بعد عملية التلقيح. ولكن الأهم هي يعني أثناء عملية التلقيح أن يبقى المريض أو يعني الملقح قلت لك من 14 من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة تحت المراقبة الطبية، وهذا أمر يعني لازم يعني لازم يكون تحت المراقبة الطبية. طيب الآن دكتور، بالنسبة للتطورات الجديدة اللي عرفها فيروس كورونا، يعني في تقديرك هل يمكن وارد أنه السلالة الجديدة تصل إلى الجزائر، وهل ممكن كذلك يعني اللقاح هذا اللي راح تقتنيه الجزائر يعني يغطي هذا التطورات تاع الفيروس؟ أولا هذا الفيروس يعني منذ أكثر من عام كانت له طفرات، يعني آلاف من الطفرات، وهناك تباين وتغيرات بين قارة إلى قارة وحتى من بلد إلى بلد، وهذا شيء عادي ومألوف في تاريخ الفيروسات. الفيروس ما يقعدش كما راه، لأنه فيروس جديد انتقل من الحيوان للإنسان، وباش يعني باش تكون هناك يعني اون ادابتاسيون للجسم الإنسان يكون هناك طفرات، وهذا شيء عادي. ونقدر نقول لك يعني شيء مبشر، لأن باش كيكون يولي كما فيروس الإنفلونزا الموسمية أو حتى الكورونات الأخرى، فيروس الكورونا يعني الآخرين اللي يندمجوا مع جسم الإنسان، هناك طفرات قد لا تزيد في خطورة الفيروس ولكن تزيد في تفشيه، وهذا من تطور العادي للفيروسات. فيما يخص السلالات الجديدة التي نراها والتي هي سلالات أكثر تفشي، يعني تزيد كثير من عدد الحالات، وهذا يبقى يعني شيء غير مرحب به، لأنه قد يزيد في عدد المرضى، وعدد المرضى يعني يكون هناك لازم تكفل. أظن بأن بعد عدة أشهر نرى بأن استراتيجية الجزائر هي استراتيجية اللي كان لازم نديرها مع غلق الحدود الذي نقص من نسبة وصول هذه السلالات للجزائر. يعني سيكون هناك يعني وصول للجزائر، ولكن نحن نريد يعني التأخير في هذا الأمر. لحد الآن اللقاحات العالمية اللي راهي بدأت فيها يعني كل البلدان يعني فعالة ضد هذه السلالة الجديدة، ولكن إن كان هناك لا قدر الله سلالة يعني تهرب من فعالية اللقاح، سيكون هناك يعني تصنيع لقاحات جديدة تكون فيها تغييرات يعني لتواكب هذه الطفرات، وهذا شيء يعني قد أثبت علميا أن يكون هناك تصنيع أسهل للقاحات جديدة في المستقبل. طيب دكتور، بالنسبة لي يعني قضية الحالات اللي ممكن تظهر فيه أعراض جانبية، يعني هل سيتم التكفل بها في المستشفى، أم أنه ممكن يعني يبقى المريض في بيته ويتابع من بعيد؟ يعني لا، يجب أن نعرف بأن عملية التلقيح تكون دائما في استشارة طبية. هناك طبيب اللي راح يفهم المريض وشنو هو اللقاح، وش لازم كما قلت لك تكون مراقبة طبية في هذاك الوقت باش نشوفوا إذا كاين
أعراض يعني مفاجئة خاصة فيما يخص الحساسية، وإن لم يكن هناك أعراض في هذاك الوقت الطبيب يشرح للمريض أنه إذا كان هناك كما قلت لك ألم خفيف أو حمى خفيفة تدوم إلى أيام أو بعض التعب هذا شيء عادي. إذا كانت هناك أعراض يعني غير عادية إن صح القول سيطالب المريض أن يتوجه مباشرة إلى المستشفى ويقول بلي هذه أعراض جانبية لأنني درت اللقاح، ولكن لحد الآن هذه الأعراض يعني قليلة جدا، لم يسجل أعراض خطيرة. هناك أعراض يعني متعود عليها فيما يخص عملية التلقيحات الكلاسيكية، ولكن كما قلت لك دائما المريض لازم إذا كان أي عرض يعني غير عادي بين قوسين يتوجه مباشرة إلى المستشفى. طيب وش هي الأعراض العادية اللي عادة تكون مع اللقاح دكتور؟ هي ألم في مكان الإبرة، يعني نعم. في مكان وخز الإبرة يكون ألم ممكن 3 أيام إلى 5 أيام، تكون حمى ممكن إلى 2 إلى 3 أيام، حمى ما تكونش كبيرة تكون 38-39، يكون هناك بعض العياء يعني هذا الشيء عادي، بعض الصداع، يعني هذه هي الأعراض اللي نلقاها في أي لقاح ممكن. طيب الآن دكتور بالنسبة للأطفال هل سيتم تلقيحهم أو لا يتم تلقيحهم؟ لا لحد الآن بعد كل الدراسات اللي شفناها في كل البلدان الأطفال خاصة يعني الطفولة الصغيرة يعني تحت 10 سنوات لم يكن هناك العديد من الحالات، وكل حالات يعني أغلبية العظمى للحالات كانت حالات خفيفة. الوفيات اللي شفناهم كانت لأطفال اللي كان عندهم أمراض مزمنة خطيرة خاصة مرض السرطان، لهذا لحد الآن لا يوجد تلقيح لهذه الفئة العمرية. طيب بالنسبة للدكتور هناك يعني من يتحدث على احتمال وقوع موجة ثالثة في شهر فبراير ومارس، ما مدى صحة هذا الكلام دكتور؟ والله أنا لا أريد أن أكون مع المنجمين. هذا الفيروس أظهر لنا الكثير من المفاجآت، الكل كان ينتظر موجة واحدة تفاجأنا بموجة ثانية كانت أقوى من الأولى، خاصة في بعض البلدان كإنجلترا والسويد اللي كانت تداعيات أكبر من الموجة الأولى. الآن ما دام لم يكن هناك مناعة جماعية كما قلت لك الأقل 60%، كل شيء وارد، كل شيء وارد. احنا مدى بنا الهدف تاعنا ليس القضاء على الفيروس لان هذا غير ممكن في الاسابيع المقبله، الهدف تاعنا هو تقليل عدد الحالات حتى لو كانت موجه يعني ثالثه، ان يكون الحالات يعني يكون كما الان يعني ما يلحقوش 300 و400 و500 باش نتكفلوا احسن بالمرضى، ولكن ما دام ما كانتش مناعة جماعية كل شيء وارد. طيب الآن دكتور في تقديرك هل أنت متخوف من احتمال يعني عدم وصول اللقاح في الوقت المناسب للدول الفقيرة؟ أنت تعرف أننا يعني نوجد في قارة فيها كثير من الدول الفقيرة، هل سيكون معنى لهذا التلقيح العالمي إذا كان مثلا منظمة الصحة العالمية لم تؤدي دورها كما ينبغي في إيصال لقاح للدول الفقيرة؟ والله أنا متفائل، أولا لأن هذا الدول اللي نقول عليها فقيرة أو في طريق النمو لم تسجل عدد كبير من الحالات إن قارناها بدول النصف الشمالي من العالم. نعم. ثانيا هناك 5 لقاحات حاليا لأثبتت فعاليتها والتي ستقوم يعني بإنتاج ضخم في الأشهر المقبلة، وهناك ثاني مشاريع للقاحات أخرى لراح تجي في الأشهر المقبلة، لهذا أظن بأن ستكون هناك لقاحات للجميع، فيأخذ وقت، لهذا إجراءات الوقاية هي الإجراءات الأنجع حاليا سواء كانت دول غنية أو دول فقيرة. ونعطيك مثال، إنجلترا حاليا اللي بدأت عملية التلقيح بصفة فعالة ولكن تشهد عدد كبير من الحالات، لهذا لن نكون في مأمن إلى نهاية العام، والإجراءات الوقاية التي يعرفها الجميع يجب أن نلتزم بها إلى نهاية العام. طيب مع انتشار عملية التلقيح في العالم ونوصلوا إلى حدود 60%، هل ممكن تتوقعوا دكتور أنه
الفيروس فيروس كورونا يتحول إلى يعني فيروس عادي كالفيروسات الموسمية العادية؟ نعم، يعني في كل ما درسنا من تاريخ الفيروسات، حتى الفيروسات اللي كانت خطيرة كفيروس الإنفلونزا الإسبانية أو في يعني في 1918، نعم، أو فيروس هونغ كونغ اللي أدى إلى ملايين من الوفيات، فيروس كورونا اللي شفناه في السارس أو السارس 2002-2003 في شرق آسيا، فيروس الإنفلونزا HANA اللي شفناه في 2009، كل تاريخ الفيروسات يكون هناك اندماج الفيروس وتعارف إن صح القول مع جسم الإنسان، وكيكون هذا الاندماج بنسبة 100% يبدأ هذا الفيروس عادي كفيروسات الكورونا اللي نشوفوها كل عام. ولكن هذا يأخذ وقت، والتفشي الفيروس الكبير أدى إلى عدد من الحالات وبطبيعة الحال عدد من الوفيات، ولهذا لا نستطيع الانتظار أن تكون هناك عودة يعني للحالة العادية لهذا الفيروس. والتلقيح الآن هو يعني واجب عالمي لإنقاص تفشي لإنقاص عدد الوفيات. يعني قبل نهاية 2021 الإنسانية تبقى محافظة، يعني البشرية تبقى محافظة على الإجراءات التباعد والوقاية وغيرها يعني؟ نعم، لأن التلاشي هذا ما راحش يكون يعني ضربة واحدة، ما راحش كاش نهار نوض الصباح نقول تلاشى الفيروس، سيكون هناك تلاشي تدريجي جدا. كما بدأ راح يخلص في الكوب، يعني منحنى متصاعد بعد يتنازل، ولكن الهدف تاعنا هو الحفاظ على أكبر عدد من الأرواح. لهذا يجب أن نستعين باللقاح ونستعين بالإجراءات الوقائية في انتظار التلاشي، باش يكون هناك تسطيح للمنحنى، باش يكون أقل عدد حالات ممكن. طيب دكتور، هل مثلا فيه إمكانية واحتمال أننا يعني ننخرط في صناعة اللقاح هذا هنا في الجزائر يعني؟ والله أخي هذا شيء يتجاوزني، يعني كمختص في الأمراض المعدية أنا ما أقدرش نقول لك ممكن في الجزائر، ولكن شفنا باللي كان تقدم ملحوظ في الصناعات الصيدلانية في الجزائر، وعلى سبيل المثال الأنسولين لأننا نصنعوه في الجزائر، على سبيل المثال هيدروكسيكلوروكين اللي كان هناك تدافع عالمي على هذا الدواء، وكانت الجزائر يعني مذكر بين الجزائر تصنع هذا الدواء. لهذا حاليا الهدف هو تجاوز الأزمة هذه الصحية، ولكن الجزائر عندها كل إمكانيات تصنع اللقاح، خاصة اللقاح التقليدي الكلاسيكي. يعني اللقاح المصنع بطرق تقليدية يعني؟ نعم، أظن بأن الجزائر يعني مجهزة للقيام به. طيب دكتور، ما بقاش كثير من الوقت، يعني الآن نعود نولي لسؤال جوهري، هذاك اللي راه الآن نقاش عالمي، العالم كله راه يتناقش ويقول نلقح لا نلقح غيره. في تقديرك اليوم يعني الأولى أن نلقح أم أنه نخليه يعني نغوص في الجدل العقيم هذا دون الوصول إلى حل يعني؟ أظن أن الكبار من السن من يعني ما بيننا يقدروا يتكلموا أكثر عن نجاعة اللقاح. الشباب اللي يعني شباب تاعنا ما يعرفوش قيمة اللقاح عندما لا يرى بأن هناك المرضى اللي كانوا يعانيوا من شلل الأطفال اللي كنا نشوفوهم عندهم عيوب يعني في الساق. كان هناك المرض الجدري بكري اللي كان لافاريول، كانت تقتل وكانت يعني مأساة. الحمد لله بكري كان عدد كبير من عدد الحالات البحمرون اللي كان هناك وفيات لأطفال. نعم. الأمر هذا لا نراه الآن لأن كان هناك عمليات للتلقيح. معناها دكتور سؤال أخير. أنت من الجيل اللي لبست الأحمر يعني كي كنت صغير ولا لست من هذا الجيل؟ والله أنا كي كنت صغير كنت نشوف الناس يمشيوا بالعكاز يمشيوا بالعصا ويقول عندي لابوليو، يعني عندي شلل الأطفال. نعم. لأنهم جيل الستينات وجيل الخمسينات وحتى جيل السبعينات كان هناك عدد حالات من نعم. هذا المرض الذي قضي عليه في الجزائر بواسطة عملية التلقيح
في كام يعني في كل القطر الوطني. الان لا نرى الحمد لله اطفال عندهم شلل، يعني اطفال شلل عندهم هذا المرض هذا. لهذا ما ننساوش بلي انا مرض البوحمرون للكثير يقول بلي مرض يعني سهل ومرض يعني هو خطير جدا. نعم يقدر يؤدي الى وفيات صح قليله، ولكن يعني تكون عندك وفاة. نعطيك مثل واحد اخر، مرض الكلب. مرض الكلب اذا بان على الشخص على الانسان، يعني اذا عضوا الكلب هذا وخرج في الانسان، نسبه الوفيات 100% سواء كان في الجزائر او في سويسرا او في المانيا او في الولايات المتحده. الوسيله الوحيده للوقايه من هذا المرض الكلب وهو القيام بعمليه التلقيح بعد التعرض يعني للعض. لهذا لازم ما يكونش، ما لازمش يكون هناك جدال، وكما قلت انت جدال عقيم على الاقل لو كان بين اخصائيين وعلماء ممكن، ولكن السبيل الوحيد باش نقصوا عدد الحالات لانه يعني كاين وفيات كل يوم. نعم. السبيل الوحيد هو القيام بعمليه التلقيح في اقرب وقت باش يكون هناك مناعه دمائيه باش ان شاء الله يتلاشى الفيروس. وانت قلت كلام دكتور، اشرت لقضيه كبار السن يعني اللي يعني بامكانهم انهم يحكيوا على تجربه الجزائر. نعم. ويعني معاناة الجزائريين مع الشلل الساقي مع الجذري مع البوحمرون مع أمراض كثيرة، يعني مرض السل اللي الحمد لله يعني تمكنت الجزائر بفضل يعني سياستها الصحية اللي هي يعني سياسة ليست انتقائية بل يعني اجتماعية قضت على هذا الأمراض. نعم أشكرك على هذا المثال، لأن يجب أن نذكر بأن مرض السل الجزائر من البلدان يعني القليلة اللي تقوم بعملية التلقيح عند الولادة. نعم. لأن مرض التلقيح ضد مرض السل لا يحمي من السل، ولكن يحمي من الحالات الصعبة لمرض السل خاصة التهاب السحايا. ثانيا يعني مراكز الكشف متوفرة في كامل القطر الوطني على مرض السل. وثالثا الدواء الذي على بالك من دواء طويل فيه 6 أشهر على الأقل، هذا الدواء مجاني بنسبة 100%. وكل هذه الجهود أدت إلى إنقاص عدد الحالات اللي كان يعني حتى في العهد الاستعماري كانت هناك الآلاف من الوفيات من مرض السل. لهذا يعني لازم نعرف قيمة اللقاح وقيمة الاستراتيجية الجزائر فيما يخص عملية التلقيح. دكتورة الياسة خاموك، نظن بأنه يعني عرجنا على كل الجوانب برغم ويبقى يعني مازال الحديث على هذا القضية هذه يعني يطول في وسائل الإعلام. على كل حال أشكرك جزيل الشكر دكتور الياسة خاموك، أنت مختص في الأمراض المعدية وعضو اللجنة العلمية لمتابعة تطورات وباء كورونا، وكنت تكلمنا عبر الهاتف من ولاية تمنراست. أشكرك. إذن مشاهدينا الكرام، برامج البلاد متواصلة، غرفة الأخبار كذلك متواصلة. نتمنى أننا يعني عرجنا على كل يعني النقاط، رغم أنه ممكن تظهر معطيات أخرى، ممكن نقاشات أخرى، ولكن في النهاية دكتور خاموك قال بأنه ينبغي الذهاب للتلقيح وعدم السماع يعني الناس اللي ما همش مختصين يتكلموا في أمر لا يعنيهم. يعني ومليح لو كان الناس الكبار في السن ليعرفوا يعني مرارة الأمراض اللي عانى منها المجتمع الجزائري بسبب الاستعمار يحكيوا على هذه التجربة، وكيف اليوم سبحانه أصبحنا لا نشاهد مثلا يعني أطفال صغار بالشلل لأنه كاين تلقيح. أصبحنا مثلا الأمراض تاع مرض السل تقريب يكاد ينعدم في الجزائر، وأمراض أخرى كذلك تكاد تنعدم في الجزائر بفضل السياسة الاجتماعية الصحية اللي يعني مجانا تقوم بها الدولة الجزائرية مجانا. وهذا يعني خلى المواطن الجزائري يعني ينعم بهذه الصحة. إذن مشاهدينا الكرام ألقاكم بعد غد إن شاء الله، إلى ذلك الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.